بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، عشر كان واكي بقول طبعا يا أفراد كمذا من رياض الصالحين من كلام من سيد المرسلين، وحين كسو جري كتاب الفضائل أعماش أي أقواش خير كبدان أجر كبدان لقى حلو الشرع عضو أي تلمان تي باب فضل الوضوء وحبابي هاي ويسد فضل كذي أجر كذا. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى قوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فضل الوضوء وغادين لقضو وفلك وويسقارتك يرقنك الروح وصمين أي اللو بذنية هاي هدي وضوء ليلة ولا كردقانا بيها قردقا وذي اللو ويسقارتنا يا ليلة. هذا بعض أهل اللغة وحيشيغان لبضوا استمت وضوء أدو يريو وكردبي أي بيها الله استعمال كرا فلك أو مستر كان الله استعمال كرا لبضوا ولا شيغا، لكن تفريق أي اللو لو بدن يهاي وضوغنا إن اسمك لغدغو وضوغنا مستر كي لغدغو. إلهي سبحانه وتعالى وحوري كوى علي رسول برميه: إذا قمتم إلى الصلاة صلاة دادو استاكتان والصلاة أدقالي ساء فاغسلوا وجوهكم وجهنا ميرا إلى آيات هذه آية أركان الوضوء كهالي سيد قرن يسين شنتي كلابا لغشي وحان كاهن نيدي أركان الوضوء لحداها شنتي كلابا والا عدي آيات لغو عدي وحان نيدا كاهي نيذنا علمات وحي كقاتين إذا قمتم قصد كاسي كقاتين وارميش مرك الله إذا هذا ويسادا وحا واجبية السبب سبب كنا شرطي بولايا هاي ودادنا وحي دماء السبب واحدة إلى هذا هاي هدي الله إذا مرك ويسا محا واجبية ويسا وحا واجبية إنا الثلاثو استاكتو هذا سبب الوجوب إنا الثلاث قليس سنة أما فرض أه سبب كوا سبب الوجوب سبب كاسنا شرط بوله هو إن حدث جرودا أو يسق من وإن أذن ويسق من وطهر الآن تهي لبعض أساس على سقوق بتوددنا سبب كوري القيام إلى الصلاة يكون قاب صادين أو نبي محمد عليه الصلاة والسلام سورة قد كمرتين مال مال ما كمل الرشين لوك يعني رشين كمر كنا بقول دمعين وعنيد النبي الله كذا أن ويسقوك يعني نبي وحوري ويسو وحال الله إفراي مركان صلاة ويستاجه هي كل لحظة الرشين كي يقال لحظة مركا حديث كابن ماجه عن جابر إيا آياته مركا ويوضى السعودان صاب كمركا واجبية ويسدو وإن سلد له استاغو مركو إلهي سبحانه وتعالى كسو الشيكيي ويسي يبدي هدين لوا إلا قبي سنة ووجه يحبنها يقعمها اللمرين يا رب وحجري ما يريد الله إلهي مدون ليجعل عليكم من حرج دشي إنه عليسي يالو يعني هدي الليلة ذو بيرا آن لما صلاة ما أصحيس لما نويس قادن كرو هدي جنابك وقود عضو لما قبي سنكرو هدات صفر طيب بيؤن وإن دهش حقوق عليس يضيق بين مسلمين دريم إلهين تيبوا إلهي إن هو قلت شيئا هيا وإن مضن هين الله قد شكتو الضمين هيا ما يريد الله ربي مدون ليجعل عليكم من حرج وح عليس حق الدين تيضاقن كذا ربي إنو إذن صار مدون صادرت علمان وحيد هدان شريعة إسلامك وأيسر الشرائع في العمل وأشدها في التوحيد شريعة لغرد رقمه كسهلا وكفضوا مجرد صمال ذو ويق أنه حيث أن صلاة صديق وقبتها اللوت كذا وعلوم كل قد أنه عام أنه يقول يوم نقول ميل بيوتشوك تلاكين علموه صلاة والبسيطة وقبتها اللوت كذا أظن مريحة سنة ضيق وقبت وتكن بيقولين صمال ذو بياد ويدي عرأت كوكب قبي ستاد ويدي محيف لي سداسة كنت كري وذات كنت جياد ويدي واتكري مال ظاهر استاكتاد ويدي مثل واضح رانتا مصربة ولو بحرة سحرية بلا عدا ودحتا قانتا صلاة نويقة شمحات طمين مانا كبحي سنبيشة مد بلي كرتد واتكري حرمة الوقت بكليا عمد الصمام حرمة الوقت بأتاقا ويتقلي فاقط الطهورين بين الفقهاء ويقانا مكان كطاهر ما بي مهيس قبا مهيس صلاة ثناء الله ما تقول تيبوا إلهي لو شيقيا
إلهي ما دوني عليس إنه إذا سارك حاجة كرقة كدين كنا ولكن يريد رب وحدونا يلا يطهركم إنه إذا نظيفيو نجاساتك إيوه ويسلا أنت يا حداثة إذا كطهيره نجاساتك قلبك أي قوة ظاهر كبدن كطهيره وليتم نعمته قال لدي سي أن حريسي سنعمل سنة أورنا ما يستره محو إلهي سيدا يأوي لي لعلكم تشكروا إن هذه إلهي أمها النغضاء أبال قدان ربيين وحيد كم بدن يا قراتا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي أمة ضيض أمة الإجابة وهي أمة الدعوة ماها وحي النبي الرمي عليه الصلاة والسلام ما إنك الله در إلى أدونك أنت اللي قرب أي أمة الإجابة الله يقانا وحي ابن آدم النبي كسو قال النور مرك الله در إلى قيام الساعة أنا أمة الدعوة الليلة هذا وحي ابن آدم ردنبا حتى ثقل إنك إنسك جنك بواسو قالي إن أمتي أنا أمة ضيضة يدعون والله يري يوم القيامة مالك آخر الله يري غرا أيهو وجي عد عد وجي غرو إفيو نوري غرا جمع أغر وبرير بيدي جرنس غرا برير له يعني وجي غرو إفيا الله جيدا محجلين حبنا قرقران حبنا هنا نور هيا تحجيل كوا إن الدمادة قوافك الدمادة هوري كوا ضمبا إيكو إفا فرس همركو وجي غن عدي هاي أدمها وصنا وعدي هاي أنت كان مذب كلاوي هاي أيال هذا وأغر محجلة غرا يقول بريد له بمعنى وش يقول إفيه محجلين حبنا قرقرن حبنا هذا يكوي سقدان شرين أي إفها يا محي وش يقول يحبنا وإفها يا من آثار الوضوء ويسد الرات كيدي فمن استطاع روح أودا ومنكم دين كيدن كم ذا أن يطيل إنه داري غرة ونور كيسية بريد كيسية إف كيسة وجه سكوية الله كم وقنطونا فليفعل سيدا هيدا متفق عليه قيب تنطنبه فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل إني تايفقي يفهم كأبو هريرة مدرج يهي وأوصن هذا النبي آهين عليه الصلاة والسلام أيها اللو بدن يهي ويسدو ماءها خصائص أمد النبي محمد ويسدو ماءها أرنكو قونية أمد النبي محمد أمد هرورة بوا ويسي سجرين أنبيدو ويسي سنجرتي أحاديث بان عديسة وشايدة وحا أنك أهدان مسلمين يقونية إنوغا أوحاوية هوشان غردة يتحجيلك وجه إفهاية إيا حبنها النور هيا سماهم في وجوههم من أثر السجود تاسا أنك قوني النوغا أحاديث بان عديسي لكم سيما نبي وحود علامات بايدين أها تدليدهن ليست لأحد من الأمم أمده دين كهر ري أمد لنا أي سنشرين إمس أمدود بين كهر ريس ها لحدان يسقال أمدود إن بدن بين كوع العلي لكن وإذا قرم مرا يا ورك أمد تضباطنات بان هاي إنه دان مسلمين أمده دين كهر ري نبي وحور علامات دايا استانتا مالها تريدون علي حوتك اخرات يقول ايمان ايسان واتو اروريسان غرا محجلين من اثر الوضوء يدوك وجهو اذا نفهايو قعمهن اذا النور هيا روايك الحديث لو اصغنا تريدون علي غرا محجلين من الوضوء سيما امتي ليس لاحد ليس لاحد غيرها وعلامات امتي اوغوني او احد كلا اوسن لهي مركم الداسة قوني نواة أحاديث كلا عضيسي هذا حديث كوسو سكو قبطي وجه إفديسو وحكاية من يسا سجودة أدمها لغها إيه هو قعمنا وحكاية نورها ويسدة ويسدة إيه سجودة والله سكو درائبا إفايا نورك كيني إلهي سبحانه وتعالى آخران وقدر أنت وجهك إفايا إن أمتي غر من السجود محجلون من الوضوء حديث كلا عدي غر من السجود محجلون من الوضوء أم الضيض سجودنا درت ذي سجودان وجه شرفت بن روك أي دقان وجه إفي دونا نور دونا ويسدنا قعمها وإفي دونا وعلامات النبي يقول قرن دونا حديث كلا عدين دونا إن شاء الله تعالى أم ضها دم ملايين تا بلايين تا اللي سود ديني ما لك أبهن الله أبو آدم إلى قيام الساعة تتكون قل قولها النبي حكوا قرن دونا صلاة دي سجود دخو قرن دون ايه ويسدو دي نيك ادان تكن جرين حقي با ها شدال مدون تا دهات شدال مدون تو ادهايا هبل و خول جنده انو بلنا
هدان اسكو اركو وينانا وحولي شدال مدون تان كورين وديك الصوماليات شدال مدون دواتي جهنم نيك الجنة لغا واي حقي جرا جهنم هذا هدي وسيدا صلاة دمرك هالو دادالو وعنه أبي هريرة وحاكر لغا ورشا رضي الله تعالى عنه قال سمعت خليلي صاحب كيبان مغلي رفيق كيبان مغلي وذي كيبان مغلي أصغى خلد وحق من جانب أبي هريرة من جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وكبر النقد وأكتين يقول أصغى الآن بين نبيك تبلغ وحي قاري دونتا الحلية بلد وحي قاري دونتا من المؤمن روح مؤمن كوحي قاري دونتا كقبان دونتا حيث يبلغ الوضوء ويسد ميشو قين شري أي نور كو آخر أو قبان دونا نور كقعمها يوجه ويسد ميشات قين شرتو كو قاري دونا تبلغ وحي قاري الحلية بلد أي نور كالو شرف هايو من المؤمن روح مؤمن كحقيسة حيث يبلغ الوضوء صدرت أبو هريرة مكو حسامين شري ويسد وادرين شري أنقيد ودافين شري وقعمها عدد قين شري هلك عدد قين شري وجهك مكو دق هاي إلى مدح فود هوري أيو بيها قارسين شري عناها إلى لف قريد هوس بكمرين شري سو إفكي سو نور كسو وين هذا توش بعيري رزين كاغن نقن أو لحلاي كوغن نقطو باش وين أطبال أرستوي رواه مسلم مسلم بحديث كوري ودد وحيد أن ويكل دوان تاي حليدا لقاها الله هي يتحجير كي يغرد ويكل دوان يهم بيده يحلون فيها من أساوري تنكها الله يسا وروح مؤمن كا بلد ذهب يا حرير يا فضي معدن غالي الله حرا هيا وحان الله حرا هيا والله حرا هيا انتو كل حرا انتري اللي قبلوهم مركة آد الله شاحمه وشي بلد بالله حرا سيدي قمانتي فرس كسا وقصو فرسو شلام ليسا قعما وحبا لغا رارعيا لغاها وحبا لغا شلب شلب سيا إذن حليدان يا بلدان ويكدو انتاي نور كي ويسدى يسجد بدنا سدى الشيغان وحيليه تحجير كي يغردو وكخ ويكد خاصنت وكوبنتاي حليدا حليدا ويكم معنا بلارنتاي الشيغان لكن بقى كيف هرع عضينا يا حليدا ان لو جدو غرد يا تحجير. وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ روحي ويسقطه فأحسن الوضوء ويسد وناتية ويسقاتك وناتية أركان تذي شروط تذي سنن كذا ولا ما يسترى خرج ويبيح خطاياه وقفف كيسي بحايا من جسد يشير كيسي جن كيسي كدريري يساوي حدا بيبقى كدريري حتى تخرج إلى قففك كبحان يدونبتي معاشده من تحت أظفاره عديه سهوستوره إلا عدي هوستو ضاي دم بكدريرية بمعنى شرك هذا واحد دم بأقوها رمايو أو صغيرة أو حق الله سبحانه وتعالى يعني حقوق ذا آدمها كبائر الصغائر بويسلغ مرف حق الله سبحانه وتعالى هدو كبير يهينا توبة خاص أبان يهي حديثكو عام لكن نصوص طالبو قيدها هي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكجملة واحدة والقرآن كآية واحدة حديث النبي محمد وهل وير والسكوف السراء آياتها قرآن كنا آيات بعد كسر قيد والسكوف السري لأنه وكلام معصومة ووحياء وهل ملك السوف لي وحلو جدا مركز دنوب تصغائر تا حق الله ويسد على قرد عفا وحي كبائرة توبة أبهان تاي دنوب تواوي توبة على الرب ماذا حبنان أما صغائر تا دنوب تيرك حق الناس كا لقرد عفا ما هي ويسي فضائل أعمالك رواه مسلم. وعنه عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال حول الصحابي رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ نبي محمد ويسقى طيبا أركي مثل وضوئي هذا ويسد إذن أوكل ويسقات وكي حديث كدارات قرن إسان ويسوق بشيخه وتصي مالا بنت بيعط صديب وتصي ولقاف كاس ونبي ويسقات انشر. ثم قال النبي وحي لي مركو ويسدنا هذا يدين ويسقاتوك لو ويسجتي يا وحون نصوبنه يري من توضا هكذا سداس يطبط انك ويسقاته غفر له ما تقدم من ذنبه ذنبك يسوي الريب لو دافيا او ذنوب تيار يرى وحين بابسات او بدن هذه كبائرته وحلقا يا ددكو اني اسك كلا خليخدان باشا شقد لا دغتي اي لو بتي اي ددكه ما كدنب رغته كبيرتنا كوجين سوا صغيرت انت ده دوغبيها واوي حابدا وين اصور رسانين عاوز ير ايو تشلف ايو
caleen baa lasoo urursadaa xaabshaan yar yar ah, kaasaa dabka laga as-aasaa, kadibna dogobyo waaweyn baa uga dambe la saaraa. Lulbaha la yidhaahdaaba la madagta marka hore loo dhigaa oo caws silicsan, caws oo dhan ma aha. Intaasaa dhimisha wada, kadibna qoryo yar baa afka loo gelin oo aada u jilicsan, kadibna waxaa iman doona in dogobyo waaweyn ama galoola la saaro ama qurac la saaro oo caawo dhan ay huraan. intaa yartaa dhibka ugu filan haddaan rabbi kuu dhaafin. غفر له ولو ضاف يا ما تقدم وحي هرمر من ذنب ذنب قيسير وكان صلاته صلاتي سمرك اوتك بعد الوضوء حين قنيس ومشوا لغينت اولغي الى المسجد مسجدك انه جماعه كسو دغد اوغيد نافله اجر ديرادة نافله اي زياده زياده ديرادة يكون نقن ذنب هذه صغيرتا ويسد با لو ضاف صلاه ديادو لغيسي اد مسجدك او عادي هي صلاه قدغيدبا اجر ديرادة او غونه او كون نقن لو قورهايو marka waxaa lasugu ka daray way dambi dhaaf iyo dalacsiin waana lagu dambi dhaafay waana lagu dalacsiinaya xagga rabbiga ajir badan baad helaysaa wey marka yaan la fududaysan wax kale balbaha iyo salaad iyo weysada iyo khayraadkii masaajidda in la aado yaan la dhayalsanin wacan abi hurairata radiyallahu tacaala canhu ana rasuulullahi sallallahu alayhi wasallam qaal nabigu wuxuu yidhi idaa tawadaa alcabdu almuslim adoonka muslimka hadduu weysaysto aw almu'minu adoonka la rumeeyey mar haddii la wada sheego wad kala duw idaa tawadaa alcabdu almuslimu adoonka alla u hoggaansamay hadduu weyse qaato adoonka alla u hoggaansan ee alla isu dhiibay muslim waa sidaa man aslama lilaahi waxdahu baa muslim la yidhaahda daahiran aw baatinan aw huma ama almu'min waa rumayn iyo ictiqaad bay u laabanaysa mar haddii la wada sheego way kala tagayaan haddii midkood la sheegana way isku hoos nicmaysan yihiin in badan baynu soo mar شرد ويهد إذا توضأ العبد المسلم وإن المسلم طيب هذا المشرك طيب وحبك مجرى وما دعاء الكافرين إلا في ضلال وي مزعون وإن المسلم طيب لأن ويسد يسلاد وشريعة من الشرائع وحكم شرعية وفروع ورقا وأسلوب للي ماده dhaqanka iyo farac iyo xukumkuna wuxuu ku dul dhismaa asal laamaha geedka sumaar geedo faraaqiyo iyo laamuhu yeeshaa gun culus buu geedku u baahan yahay jirid uu ku kaco guryaha marka la aasaasayo shub iyo tiirar culus bay u baahan yihiin oo la shubki iyo tiirarka cuslaa iyo aasaaskii waa maxay waa tawxiid ilaahay keligii wuu hoggaansanto shirki aad barika tahay kufri أكبر وإن أظن قتل ما نين ما لو أسن كاسو قلن مركز فروعك وأصحيسا هديك لو حيكان نقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا عاملا ناصبا نقونيس أظنك مسلم كهدو سقطه فغسل أورق وجه وجهه سأوم ميره خرج من وجهه وجهه سوحا كبحاية كل خطيئة ذنب كستا oo nadara ilayha uu ku fiirshay bicaynihii indhihiisa macal maay biyaha la jirankooda kharaja min wajhi kullu khati'atin gaf kastaa baxaya macal maay buu la baxaya macal maay iska hormarsasuusan hadhow noqoshadeeda isan ku dhimirin gaf walba biyaha raacahaya gafkaasoo nadara ilayha uu ku eegay bicaynihii labadiisa indhood labadan aad ku fiirisay ilaa macaasidu milo meel bay ka dhacday أو أما ساوحي دم بكستو كستاب بحاية مع آخر قطر الماء بيها لبعيضة بدك أودن بيه راعية قطر هو جمع قطرة لبعضة يا قطر لغو جمعية لبعها بيه أيليين بيه لبحها يا لما قد بيها ويستحبها كاد دريري أو كاد جنجمي أو كاد داداني دم بيه ناجاس الراعية فإذا غسل يديه وشي قعمها دور دقو خرج من يديه قعمي سوحا كبحها يا كل خطيئة ذنب كست يقف كست أو كان أو بطشتها كان ذاهد بطشتها ماذا يقبطي تابتي يداه لويس قعمود مع الماء بها لجران كودة خرج من يدي قعمي سوى حكاب بحاية كل خطيئة قف كست بحاية مع الماء بولا بحاية بيه الرعية كما هارم هاي كما الدنبي خطيئة سو كان بطشتها يداه لويس قعمود أي سمايين مع الماء أو مع آخر قطر الماء أما biyay la baxayaan buu nabigu yidhi ama dhibicyaha u dambeeyey biyaha ayay dunuubtuna raacayaan buu suubanuu yidhi halka waxaa ku jira
macsiyo walba meeshii lagu sameeyey iyo goobtay ka dhacday ta'thirinaysa. Sidaa darteed, hadday indhahaadu macsiyadu ku badnayd, way saamayn say u saamayn labay u saamaysa cinda ahli cilm. In si xisi oo muuqda u saamaysood indha beeshaba oo indhihi dhaawac gaaro, war aduun meel la gaadhin ba aad saa bilowdo oo indha habeebnima kugu dhacaan ood hamagsato way dhacdaa. Aysan ka waa takadarane dunuubti waxay dhaawac u geysanaysaa indhahaadii araggoodii xaqay arki lahaayeen. Kitaabka rabbigu waad fiirin waxba ka faa'iidi maysa. Axaadiis baad ku fiirin waxba kaa soo raaci maayo. Waad ku xanuunsan baad ku daali hamaamsi baad bilaabi indhahaaba waba ku xanuuniba ilmaaba kaa daadan maantoo dhan filin iyo musalsal baadilana waad fiirsan waad sii marqaami shaydaan baa ku afuufahaye. Indhahaadii way dhinteen, yaa dilay? Macsiya baabi'isay xaqa marka uma dulqaadan karaa, ma fiirin karaa, ku macaansan maayaan, ishu ku doogsan mayso wixii wanaag ahaa, xumahay ku doogsanaysa, xumahay ku doogsan. Maxaa yeelay xubnahaani wixii rabbi ugu talagalay haddaad ka fogeyso ood kala dagaalanto, wixii shaydaan raba bay u bogahayaan oy ka shaqaynayaan, wixii allana waa dhibsanaya. Imaam Shaafici oo kii odhan jiray Yaman baan tegay, saddex arrimoodoon la yaabay oo cajaayib aan ku soo arkay waagaan Yaman tegay. Hal mid baa iga qusaysa, waxaan meel aan degana aan ku arkay buu oday waayeel ah oo waagu markuu baryo garbaha la qaban bur waa la kicin, kaayadaa laga hoorin, wuxuu cunaa loo keenay calyadaa ka daadan, markuu u baahday inuu suuqii meelaha garbaha siir la wado looda meeshii la geyn. Haddana markuu foodlay wadada socoto arko haw intuu dhuhu gabadhii qaban naasku qaban oo baridu ku dhegi sidii balaayadii buu haadahaya. Ninka kaadada laga hoorhay garbaha lahayaba ma ah, sida gorgorkii buu duulahaya. Hadduu meel dhaanta lagu hayo ama sharax baha iyo miyuntu dhahan lagu hayo arkana waa boodi buu sidii wiilasha yarka sidee u ciyaaraan buu ciyaarahaya. Ciyaartu markay dhammaato garbaha la soo qaba gurigaa la keeni. Waafu labaatan iyo kow jir ayayana waan ku arkay buu Shaafici Yaman baan ku arkay. Gabar labaatan iyo kow jirto ayaya oo tay dhashay ay dhashay idinka idin taalla saad u fahmaysaan warka Soomaali fahmi maysa, laakiin Soomaalida Yurub iyo galbeed tagta way fahmaya. Macallimiin aan la kula kulmay Kanada iyo meelaha Yurub ku arkay gabdho yaroo sideed jira ah ama sagaalka u bixisay macalin macduur baan haysaa, ka cashar kama bixi karo macduur. Gabadhi hadday sideed jir lagu guuriyo labaatan iyo kow maalinka gaadho soo ayay ma noqon karto ilaa gabadhooduna ayadna maxay ku guursay ayaad warka aad la yaabaysa barnaamijku hadda yaal, laakiin waagar waa la yaabi jiray. Xubnuhu marka jirka aadamuhu labu ka kooban yahay qolof iyo ruux. Ruux gaadhiguba muxuu ka kooban yahay? Motor, injin wax wada iyo biro waaweyn oo laiskaga qofaya meesha biro ayaa dhaqaajiya motorka wada. Naftan iyo ruuxdan min allahi bay ka timid. Wayas'alunaka can arruux qul arruux min amri rabbi wama uutiitum min alcilmi ila qaliila. Ruuxdan xagga rabbigay ka timid waxaa dheefiyo oy quudataa oo baasiin iyo shidaal waa oo kiciya oy ku nuursataa wixii xagga rabbiga ka yimid ee waxyi ah ee qur'aan ee sunnaa ee alla ka cabsi ah. Idan naftu waa mishi motoorkeedii injiinkeedu waa ruuxdaasi jidhkan dhan wada. Wakadalika awxaynaa ilayka he ruuxan min amrina. Qur'aanka muxuu noqday waxyigii? Ruuxan min amrina, tii kugu jirtana maxay noqotay? Arruuxu min amri rabbi, labadaasaa is anfaca. Jidhkana carraa laga abuuray, carra wixii ka soo ga'a isagu dheefiya jidhka. Dad xanuunsato daawo bilaacadda laga sameeyey iyo geeda la jabiyey iyo harbal iyo alaabad yaa jirka ku caafimaadaa isagu. Wax carra laga soo gooyey, wax la ruugo, wax la cuno, dhulka wixii ka yimaada wey. Ilan gankan asalkiisaba dhul buu ka yimid, laakiin naftaada ruuxdaada caqligaada wixii ummad anfaca ee matoor ah wuxuu u baahan yahay
وحي بو باهي وحي قد تكفوا يسو ضمير بنقون يسو برفتك وهي إنهم إلا كلا نعامي بل هم أضلوا سبيلا بيت تقيس مركا نبي حلوش يا معصية والبماشي لقو السمايبي دقنتهاي كم مقانيسا علماء الأحوال وأرباب المعارف وأحوال القلوب نوحي الشيخين أيضا يسامين وذات أدنى الله الله إذا عبد الوهاب الشعران الأورنجي وحور هذا أنا كبقين ندخل إلى يابو نيم والله مركو ويسيستو مع سيدي أو سمية كهور تعدات وحي أهيدي أنت أنت نمشي إلى وان أركاب ونو إنها كوقف توارك واحد كذا هذا ناي مرود كإذا كسر ضيع سحر ذي كوقف ويس يدعمين كهور النساء لكن وان شرع هذا وحي أسطرتي بان أسطرها يابو وكذلك الإمام ابن تيمية قصة الله ميدو من قيم قصة في مداج سالكي ما لم بشيخ انتون نقوح راقب يحو يري بوري هدان أنا الشريعة إيو قاعدة الشريعة إلى اللينين مركة قار كرمكة إيسو قشان معصيدة آت ثميسين بان وچي النكار كا وحي آي هدان دونان وايدين شيئا هيا هبل وحاسة توصم يسن تاد إيمان نكور أسر العارفين بالغا وشايدا هول يوسف يقول ليهن ما هي وعلماء الإله بركي من رب ذن حجابا لقى قالوا لكن إنك أحوال الشيطان أحوال الرحمن يعني لسكو خلدين الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان كآخر يباب كأسقا فإذا غسل رجليه لوضع أدن هدود روح مسلم كأدون كمؤمن كخرج وحابح كل خطيئة قف كستا ومشتها رجلاه لبس أدن أولو غيين مع الماء بيه قل قل هيا لبحا أو مع آخر قطر الماء بها دبعيض ذاك أضم بهي لجرين كيسي الدنبي والله بحي يا خطي أدي حتى يخرج إلى روح مسلم كاكبح ويسيد الدنب نقيا أصوه كطاهر ونظيف كأ من الذنوب مع سيدي أسوس رواه مسلم مسلم بحديث كوري مرك وحديث ديرو تصي فضلك يا ميقانك يا شرفتي يا أجرك كتر ويسقات كربطة الروح مسلم كموحد كأولي مات موحد واغر آدلو مع العلن شرين سلف كإيو تابعين تي صحابه ارجع موحدا لما سوى العنجر معايا لي مسلم موحدا حلو ودي مشرين مسلم ان موحد اهين حلو ودي مشرين لكن واجد دم بوحي من قرن افرض وحي كدم صدح وحي كدم مشرك الشيخان هيا مسلم نمية توحيد ساس امرك وحلوب بعد ان لك الاساره قول لي هذا موحد يا مشرك لكن واقول مسلم بهذه الشيء أهل التوحيد بسكا أوبهن مرك إيه كل عليان سلف كي صحابه مؤمن كموحد كا مسلم كموحد كا هذا لك أفر نايزت سقوا الشرك يكون في ليلة حكولة هاي ماذا إسلام كي يحكى أنا مسلم هذا هو كاتورة يا كركارك وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة نبي وحود تغير حواليه بوتغير مقبرة يا مقبرة يا مقبرة مثلث الباء بان ليلة هذا بعد أول قذاء والله كردبا والله وصدقا وحانا عانسا إن لكردبا مقبرة ليلة هذا وحاك الله إن فصيحة مقبرة بعد إن لقذاء أما المقبرة وقليل جدا وقليل جدا أتى نبي وحود تغير المقبرة حواليه بالنبي وتغضب بوقضي فقال وحيله مسلمين تبوا بقضي السلام عليكم دار قوم مؤمنين نبذ قال يدشي نهاها تو دغن قوم كمؤمنين تو اللي هو دار هدنول بدارتيس وبحسب سكنه وبحسب الساكن دار تو كل بروح دغن بي اذا غري هذا هيسان بحال لورج او قروايه علي فوري سكر ميزا ميشو دغن محل يشري غري الله الى هذا غروي كل مره روح ماشي دغيبا غروي غدك غروي وقال وي غروي سي وي انت انا نول ميلها انو دغنا وا غريهن انت موتنا وا غري اف يا اخرن حمر ويديات حفظ بال اورنج ريزوما واجد ما لو بخي حبالي اهان جت مش مركاسا عمارتي بيان لا دسي هاي ماشي اسكو درست واجد ما قاعد كبد شيء
عمر بلا لو بحي أقول إفي آخر لو رجل وقت السلام عليكم دار قوم مؤمنين قل يا مؤمنين قدو قدو والسلام بان دوشي الله عدو يعني نبتكلي وإنا أنه هدان النبي محمد أصحاب تنهينا إن شاء الله رب هدو إلى هذا بكم إذنك اللاحقون وإذن كتب من دون سهل إلينا هل قصر الله وضع سعودة إن شاء الله نبي حد أجيري أوجوب بضن بعض الشيء للتبرق يعني إن لسكد لقد بتجد ذاتك نجوه الرجي أو سد أو حجابتين لو حجابا أو قد كان الله وضع الضمي والله لمن هذا شك كمجرة كل نفس دقيقة الموت نبي مركة تبرقا بسد أجيري وإن إن شاء إلهي ذكري يسي مجع يسي تلسار كيسة أفضل قم عن سدا قلبك كودك وتبرق وذا دساس يدهن هذا عمه وقرقا بقوله تعالى ولا تقولن لشيء فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله أضوبه بشيء إنه ضعها أو يقينا يهدد إنه بين بكل وحال قربا إن شاء الله وعند ما استنوح يقول الله بنا يا مكانك كاسان أوفي عن هدي إله يداه ذو ماشي أتكو حبالنتهم بان سوق الدون ناوي ماشي يو كو حبالي النبي وما قاليني قرقي سبال و حبالي إذن وإن إن شاء الله بكم لاحقون في المكان وي في الدفن بهذا المكان مقابر تنقرق صحابة تيو نبي وشيقال لغو حبالي إنها دعيق المجاهدين الميلة بضان كل مالين وكو شهيدين بضان كودنا ويكبحين جزيرة العرب فاقدم بإن بضان أيها كمذا نبي محمد ماشي كل انتال لغو حبالي مركا إن لو عدسناها مكانك أيها كوانا أكسن محايل إن شاء الله دي لطور لكينو إن تعليق لو استعمال أصل إن شاء الله إنه معلق معلقاتها يبقى أصل تعليق نوحكو سورة قليا مكانك إن لو عدسناها إن تحقيق لقرده أما تبرق لقرده وحكونا أكسن إن أصل كذا لو داي أصل كذا لو داي وددت النبي وحان جعلان لها بوري وان آدي آدو كمان إياه أن أنه قد رأينا إن أنه أرقنا إنها ببقصينا أنه نول إنتان إذن سهلين ونصو حجابنين إخواننا ولا لهن نوحوه روحان أدو جعلنا ولا له إن أرقو أنتان ربانين قالوا حدن السحابة ويابين يقع سوه يستنب محمد وليه إني وينيه لأن نبو لك مصطلحات علمية أي نبو كذا سوعية وحدنا أولسنا موانا نهي نبي الله إخوانك ولا لها ميانا نهي يا رسول الله رسولك إلهي قال حول أنتم أصحابي إذنك صاحب بدي باتين إذنك وحاتي قعلك قربك يباتي لكن أخوضا كهر الله أيو وان من أن صحب الله هاي كل وذو ولاليه النبي عليه الصلاة والسلام هو إيمان دونا يكون إلا تشوغي وولاليه إنما المؤمنون إخوة لكن لو مصطلح النبي كل الدوية أو نبي هو يقانه ولا ليه أصحاب أدو وات كان ليه أدو هذا وات قانه ولا لها إيو أصحاب توي كل الدوية متى من زمان ولا له وين تقول رأته أصحابنا هم عارف ذلك استقانه صاحب الدوقد ولالك أتسجوني أسوي حكتان الشيك وذاك تاني كوبا كلا إسكي حكتان وحدي أني هبل سجوني بان صاحبونا واتكتك ورالني مدي متى من زمان مركزتك أيوه وح جود وذاك يا هذانا وحات شرا هؤلاء لك لا ليه هي باتشرا قال نبي قال واحد نبي واحد أنتم يدونك أصحابي كوا إلى صاحبي باتهين دبي دافب إلى مراي وإخواننا ولا لها أن وحاوي أن كهر الله الذين لم يأتوا بعد ومسلمين تولي أن إيمانين تلك مسلمين تولي لا أبورين إن ولي أن إيمان أدونك وي صحابي السؤال بمشى وصل بحد مهمة قالوا وحيدا كيف تعرف النبي الله وسيكون قرنطون تا من لم يأتي بعد أحدا ولي بإيمانين لا أبورين ومن أمتك يا رسول أمت هذا كمدة أمت هذا كرمين دونت كراعي دونت إن وليبا إمن أدونك إنت أنا أغرقت لقري نبي الله سيدكو قراندون تآخر فقال صبنه حجري وقياس بنبي استعمالها إياه وأدلة الودلي شدو قياس كعقلي قياس الأولوغ أما قياس المساواة أما قياس العلة وحد انتك ده إنو يهي
دليل شرعي وحقائق شرعية لقوعة ديو أحكامتنا لقاقات نبي حلاء رأيت بل كورا يقور رب من صحابه لو أن رجلا له خيل إنها ضفر دليه غر وتيعد عدفر دو وتيعد بوليه محجلة حبنا قرقروح منه أي عددهين نيكو حوليه فردو حوليه هاي وجهود عادي هاي الدمدودون اي عاديين انت كان لا ميدب غودا ميدب كلا فردها سو جوغا بين ظهري خيل دهم فرس وجهك عدا اديمه افايين يا و خو دخ جوغا فردو مدمدو او هل ميدب اه بين ظهري خيل فرد دخ جوغا دهم مدمدو دهم هو جمع ادهم جمع ادهم و ميدب كمدو أدهم كنا والأسود به من تاس لفتركيوذ ومدو تخأ وذا دايلي وبه من تماءها مذب كالي ومدو ومركم سنوحك لترحين مذب مدو ومحك لترحين كأنه عندنا عندنا مركم مدو صولة ماء مركم آدي آد مدوي هنا تخبى ذهي وهذا الرعين وعدين عدرغوش هذه أما قروحة وحلوسي مذهب كوحي والله وسوي له شيء أجره أول الراعي ومذهب كوحلوسي حجنيا هذا عما يه وحوي بهم أنتو وجمع بهيمين وحلو وضع ومذو أن مذهب كلا ترحين وميدا فرسون مذوي هاي وجو ورا مذهب كلا كويا شلقيا أما بق عدي هاي أما صالين تضمبي حق الضمب ومذهب كلا كويا شادع كرت لكن كم وام حي ومذو صولما ومذو ميدا لا بد معنا بوالله شيء ذا ده من مدو به من تخاء ده هو مدو سيح حج مدو أمام مدو أمي ذا كلام ترحين لا بد بوالله شيء ذا نبي حور ألا يعرف خيلا نك نوع عاصة فردي سيسو كسو عما يفرديه كله فردو حق الله ذا هاي وش جنا عد قدمها نجران فردو حلو وش ده حد هاي ومد مدو أمي ذا كلام الله هاي فرد هذا يصير سهلا بس كسو عنيس حكو سوعي تلمانتا سمدا مذبك وجهك يا لي ادمد حيد النبي الله ورنتا يقالوا بلا يا رسول الله ما النبي الله نكا فرديس وا غرانيا لانه فرديس وا بهمن دهمن طيب عفوا حن ربا وا غر محجلا ربا غر محجله قال انا بحور فانهم ولا الله المسلمين تن امن هذا ان ولي الابور ياتون غرا محجلين من الوضوء وحي إيمان دون آخر أيه وجهه إفيه حبن هنا أي نوريان وأنا أنا نبي محمد أنا فرطهم عالية ضبان هاي على الحوض درك وقصي الرئيس قال طغينا حوالها مكة لا أريد عيل كان نباسي تقو درك سيحة عرو قبال كي ودان تسيحة كيو هدي قبال كيرون الصور لقعب بها يوحب يوه وقال لي حوالها سيسوغا نين كاسا ليدا فرط كل ليدا ده لو حول مكة المسلمين تسوء رورة هاي يعني عيلك وقصي هرمراي عيلال يعني هاي وانسي هربحيين هاي وانا السوق هاي هذي المسلمين بدون النبي المسرمي يكوه يجي اسكو خلدمان ومضى يدي فرضا عد عدسي الله قصو عفرد مدمدو يعني سوء عن هاي ورقم ما تفانتي نيك اللي قوة يا مركة وحي لقو سوء لها ساقع عرك الربكو رواه مسلم نيك حوضك سوء قاروبة بهذيبة نيك حوضك سوء قارة نيك واب باصي إلهي نزوه قرسي رواه مسلم قوليها نمرك النبي إخوانا أوليها وحينو تلمامي إني فيرا قارا مدينيين قدرين قوناء مدينيين وأن منك النبي عليه الصلاة والسلام صحابة أودي حديث حسنة عند البزار وابي يعلى وغيرهما صحابة النبي مالي ويدوحوري ددك إلهي أبوري إلهي أونكيسة متقانا أحدك وغيا بضا حق إيمانك إيمانك وآدي آدو مدين الله يابو وحيد النبي الله ها وانقرنا إن هاي ملائكة ويويده أعجب الخلق إيمان والملائكة حيد إيمانك ملائكة عجب وقبا ووح الله يابو نحن الملائكة محاكم مقان إلهي بأكتو قان وحي ربي قبي أب مقلان إلهي عذكي سيب مقلان ربي باستوس وآمره لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ملائك محاوة كم مقنبة علم اليقين عين اليقين ببها يابا إيمان الآن صورة قلبا ما يقولون إيمان الآن نقضى
waxay dhahay nabi allah dad malaa'igtu u diiday waxa iimaankiisu la yaab yahay he waxay dhahay rususha iyo ambiyada nabi wuxuu yihi rususha iyo ambiyo leyla naharba waa loo waxyoodaay jibriil baaba soo degahayee qur-aan baaba loo dhiibahayaa suxuf baa loo dhiibahayaa waaba addoon la tarbiyeyo ilaahay waxyigiisa ku socdee muxuusan rabbi u rumaynin maxaa iimaan la-aan dhiga ninka asaga waxay dhahay nabi allah waa dad malaa'igna u diiday أنبياء رسول الله ودي دي أنك أنك ضيب إلي أنك صحابة أول أعجب الخلق إيمانا وأنك نبي حول إذنك محايمان كن لي أنا بدي أرقتان نبي بين دح توقي وحي ودك بعد الله فرد داني كيني خلط ما يعلى لي هاي إله يسوك قال أرقتان قرآن كم محايدا كم بقى إذنك نين إيون كبري أو شيطان وكفش قيستيبا حق ربك كعرري إذنك وابد أرقتان نبي الله وحيد هذا الملاك ندافز أو شاس أنبي الرسول ندافز أي أنا كان نودي دي بل نوشي قوم كإيمان كس ولا ياب كي وحيد نبي قوم نبي أنوي قد أرق أو ملك دقة هي أرق أو وحي سعودان أرق أو حقوت جدونا كتاب قرآن أو سعودو كل دين تيل الجليه هلك هلك آيات حق كل ما نيس كيف آخرنا يا رومان أيام حق سينا كل ما نيان قوم كاسا مدن بر إمام كود إن لكنت أولا لي يابو رسول ميسر أرك وحي الدقية ما أركا ملك سعود ما أركا سحابة ملك ميسر قيبة كم بدا ملايك بدن بيسحابة ما أركا جبيلو الشبهي بالا أركا مركا وحاو يقوم كاسي فرين بقاليس كقرن وراقو ويرمين أيا وينا كود دقال الله يقول لما أيا أدون كود مين كقلق آيا qoliyaha marka ikhwaan nabigu wuxuu leeyahay qoliyahaas akhir zaman kana nabigu wuxuu sheegay in haday diinka u sabraan ay saxaabada ka ajir badanayaan masaa'ilka qaarkood ajir baa laga hadlayaa ma aha saxaabi ma gaari kartid midkeena inoogu fiican iyo saxaabiga ugu tabar yar xagga aqoonta iyo law dhawaashaha asaga ka fiican nabi maxamed maal isha ku qoysto ishiisa ku doogsatay garab istaaga nabigu u hiiliyey وحو البوت ثميس قاري ميسي لكن أجر كالوقو رهي أيا لغي أمارك قاركوت إنو كفو دي بطو أعماشو دي قول يا هو يقول نبي قد قال الله محالو شايد قوة محاي حديث قوحوت المامي فضلق أيلاد هاي ويسد وعنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم ما إذن تصو ما إذن تصا على ما يمحو الله ربوحه كتر تروك بابيه به أسقى الخطايا قففك جمع خطيئات ويرفع به الدرجات ضد كان وكد العسير عرك الاسوق يلو وباسيه هذا يدل وملك بتصا شيء له دبي كا قتر ترو حق انه وكد العسير حسنات وكو قرو ما حد سوق هذه قالوا بلا يا رسول الله نبي الله هابا يلا هذه وربنا ان انا تستعرن كاسقى قال حري اسباغ الوضوء ويسدوا لو خيل ديرادو بمعنى لا دمايسترو على المكاره قبو يحب حليها اوقات الكرهوي اوقات الكره حلق بيها لا دبسدو لا كهسدو ان ويسد دمايسترتا الهي دمغنا كدافا درجات بدن لغا هلا حلق هذا نيروبي برف كاي نقطو قال دورك بيود لا سو دافاي يتان انو كجربا بي لا كولايسي تكت لا وجهي ولا مرو واي قبو إسباغ الوضوء ويسد لو خيل ديرادو على المكاره حليده ويسد يا بيها لا دبسنيا وكثره الخطا تلاوده ولا بطشو لعلعليو تلاوده غربي بدنيسا مركا مساد كون نقط ظهر كياد عصر كياد مغرب كياد عشي كياد تلاوده بدات هادي حركوا هادو كافو غينا كبس يدر وكثره الخطا تلاوده لو بطش جمع خطوات تلاوده هلك سان لا قادا ليدا إلى المساجد المساجد الله بضية الله بضى ماذا صدح هذا إلهي دمي وكرافه درجات لك جهله وانتظار الصلاة بعد الصلاة صلاة تكتو تذكر أتكسكتو صلاة تكو تكار لكسك وانتظار الصلاة صلاة لكرتو لسوكو بعد الصلاة بعد أداء صلاة أخرى انت الصلاة كالقودة تيك لا أتكرتو ويسا أتكسكتو وحابا ما قبصن الله يآتر أوكي هذه هبلو أنصوع عشينو سوك برد عشاء أن تكون مسنا دافيني هب من الهبل أن جارنا مخرك وين هي بلو كذا يعني وين الثغاد كور قبته إسكت دقائق سيد نمر جمع فذلك مدكنا السجعة أو صلاة ثلاث دقوس أما صدح للصوص شقيبة
الرباط وحق للازمه الرباط واجب لابد الرباط ونجاش اللي قلنا هذا ماله أجر كل جهة لاي رباط هو إقامة هي مقطع دائم كه هي مش اللازم تال لي هذا صلاة قلب قد كويسة قويه لو طلع لك سو كويسة والرباط وعلمي تاي وهي نن فرين شو عدو كسو كهيو كيف كهيا رواه مسلم. وعن ابي مالك الاشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور ويسقاضتك شطر الايمان الايمان هذا صلاه كدغنو وحالنا الشطر قاسي وشرط بالغا ولا الطهور ويسد شطر الايمان صلاه شرط جيدوي ويس صلاه بالو شرطيا صلاه ويس لو شرطيا هذا الايمان كان اجنو ايمانك غودنا وحالنا الطهور ويسقادتك هي قبيسك واجبك وحي لها المرور دم بيظهارا شطر الإيمان جزء من الإيمان وقيب إيمانك كمدة وصحة عبادة كستا ويسدك كمدة وقيب إيمانك كمدة هذا صلاة إيمانك صلاة كدكتنا شطر قاسي وشطر أها شرطية معنى هذا النقن هي في جزئية ما رواه مسلم. وقد سبق وصوله من حديث كأمالك أشعري بطول دركي سوى در في باب الصبر بين قصور من وحديث هذا قيام بدونه توحيدك كه الله وأعماشك كه الله الحافظ صلاح الدين على كتاب جنة وققر وكشر حي الكاس وقصور مريوي حديث الله وطني شهاد وقصور مرتين دي بوفيرية. وفي الباب باب هذا أنه إنه ويسد فضق يدي خير كذا أنا حديث عمن عبسة السلمي باكجر والأصابق صور من أصابقنا وين صومري صحابي النبي قام كأوي مد إيه إسلام جراز قرن جريو يذكرنا إسا النبي قال سؤال بدم ودي حديث آل ديروي ألينا من دقال عيد أفر بقول إيه كنت مسؤول فيق وكسار حديث كاس بكو شرعي أفر بقول إيه كنت مسؤول فيق وهل حديث كتاب نووي كتاب شرح الإمام ليدا هذا مجلد هو قدام بي يك أفراد يود ما يسال حديث فقيات كيسي أحكام تيس هل حديث هو أفر بقول مسؤول كسارة إذا قرنا سنة ديراه معنا بقول لغلا صوت دري وحال ليس صوت دري بكسر الأوثان وصلة الأرحام حديث كات صوم برتين ديراه النبي قال له حلقين تو كذا حلقين ويسجتا حلقا تكو حلقا صلاة الجوجي أوقات الكراهة هي أوقات الصلاة لو كلا صارة في باب في اخر باب الرجاء بين كسومر باب الرجاء لما دبيا قديس بين كسومر كسومر مري وهو حديث عظيم حديث ادو ومشتمل حمبارسن على جمل فقر يواحي جمل وجمع جمله ومن الخيرات خيرات كمله حديث كاس وحب وطيب وحفر بغن وخيرا كجري وسوق ابسن اياي وعن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه عنه صلى الله عليه وسلم قال وحول النبي ما منكم من احد أدون إذا كترسن مجرى مسلمين يتوضأ ويسقاضني فيبلغ كحل ديراني أو أمسا فيصبغ كحل ديران الوضوء ويسدى ثم يقول أرنا يمرك ويسدى لما يكذب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلهي بانقريا أستغمي الله حق لك عابدين وسنجرين بانقريا وحده لا شريك له وحده لا شريك له معنه رأى لسعري أشهد أن لا إله إلا الله لسعري للركادي وحده كلي لا شريك له أحد لو ذاك إلهي حقوق ديس خاص كا عبادة ديس رب النمت كيس أسماء ديس صفات كيس مجرام صائنا اتراضه حقا أدباش ملك لك كنت مشكلة كروي وحين يستوعى وقول يقالب كلا قونا إسلاحي وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عن كل وقرا النبي محمد إنه يأذون كألا بركة يرسولك ودري أمضوا ودري أنت أنك إذا حق النسيم عنه ويسقاطه دعاء أنا كوخات إمام إلا أذون كأدوجر فتحت له حلفرة أبواب الجنة جنة الباب الثمانية السديدة يدخل حكج الآخر ما كلا جاره من أيها شاء كودون كجلايا سديدة الباب الجنة كأذون تكجلبة يا لورني وحنا كجري دونا كو أبطنا ولو دور رنسين سديد ذاك قال وكرامه لكن واحد كده مبين دون دورا دونتا ها أعماش الله تما دون مش أبطنا عبادة مش أبطنا نك إلهي أبدا يا خير من لا إيمان جري
لكن جهاد كعام بحي باب الجهاد بكجل هيا نيك الصلاة أورونا قرآن كأخري جري قرابة حجين جري أهل خير كأها لكن صدقة كعام بحي كيف كجل هيا أبواب الصدقة ويسوافق إذا أحاديث أورنا إزاي نول بوح اللوجي يلا هي مشو وكعام بحي هي حديث جديد ما هي دور رنسينيو يا محاوض ضم بيقول كل دوانت هبلو حين تانا هاد المان دي يجوك تو ولا لو واحد وانت كقاضان كور وحنا أوجا هينا لو ذاك حيزنين وضوحون لو النافي الناف كقاضا سوما ويسكيريسا ويسكي إلهي كرامه وكرامه حلو الله هالكاد وكوا الباب بدأ يشنا ذا كاضا انت كقل لكن حد كقل ورب أوجا هاي كات كقل سوى قرآن ولا يقارنا علم الله السابق باكون عوا قرآن مركز تخييرك يا ماشا دوران دونتو والله وكالبا راهو مسلم حكو جرى مركب فضل يويسد ولاد هاي نينك يويسد ما يستر لي ماده كلمه الدعاء كدعى سيرتا الباب شنو كهلا يا يوارك شن قلايا راهو مسلم وزاد الترمذي ابو عيسى الترمذي وحكو در الدعاء ان ضنب وحكو در ان لا اله الا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعل لي من التوابين واجعل لي من المتطهرين ساسات فوق مريس نركة شهاتين قلت ما دو اللهم اجعلني الله يقيل من التوابين كوا آديات كوا صون نقضة نقشة بضن هذا يخل دمان صون نقضة هذا يدم بكل عان كتوبات كينا ما خل دمان وإلهي رب سديبة واجعلني الله يقيل من المتطهرين كوا إسنديفية طهارقة طحمها إسك إلالية إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين على سوقاتي زيادة عن حقو ضعف باكجرة لكن شاهد بيلا من حديث ثوبان من حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيلا دهاي شاهد بيلا دهاي من حديث علي نبي طالب موقوفا شاهد كلي لدي من حديث حليم يمان لبدا سحابي ويكون رقم الشرين حديث كان بيكون رقم الشرين تابعين توحيلين علي أويسي استمانا أرق إلا ورنجري أشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين حذيفة نصدوك رقم كان رسحب يقول رقمين حديثك ثوبان بحجين إيسا هي حديثك أنا عمر هذا إنه هاي إنه طيب باب فضل الآذان دعوينك أمرك الله بديه دعوينك أيقو مركب ولا ويسقى أما ولا ويسقى أنا هي مد وجهك مركب لا نقي دعاء الأخرياء في قيادك باجور وحاشز أي قرطة اللهم بيض وجه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه مركب الله مدح الله مصحى إلى قرطة النار كحري فرها دعمة أولها الدعاء إذا باطن نو من أجك قال الله يذكرك أيضا صلى الله عليه وسلم أنت أنا إذا كفرا أنت كنت عيسى حفظي باب فضل الآذان ويسو فضل جيده وينو صومر روح بشو قطة طابتي بل آذان كفضل جيسا يوباب يا آذانك وآل إعلان أذن يؤذن تأذينا إذانا هدي الله الشذو تأذين بالورمية هدي الله فضينا أذن إذان بين قنيسا أعلم إعلاما أوكالي لكن مركان رمينا شدنا وأذن يؤذن تأذين بين قنيسا قبل كده ما هاي وقال إعلامه بدخول الوقت إلا رئيسي وقت الصلاة إلا جاري ألفاظ خاصة حكم كي سوى إنه صوم الرفقيات لا قصوا مرة وواجب يوم يواصلنا مؤكدة وفرض كفاية علوا سمع دافين شيء فضي بدون وشعيرة من شعائر الإسلام وهي لحرمية ولا قدرية وما تقدر حيسو هدي اللي قط تغنى إلا يسقى ما ضعيف بنانته تقولوا هدي اللي قط أدمي وايو ويهل مرخال ضمان وحالي ورياره ساكن بيدا آدم سادي فجرك دورك شاينا انت واتكر تكتيت ما لين ذنب اذن كون آدم هذا تكتا واللي موت كجارديب على الارض هي ولو انجب نقد دا يصنو وي الله اكبر دي وضانا موت كاديجي تانجي على الرحمن ويقوى هيا سنه سهل الماء حتى انك وسنيري سداس بل اجمع على سوقوريا وحبا شعائرته ومضى ديكيدي يمكيل كيدي يمقع يدي يمقال كيدي إلى علي لما فضي يسنكر ولذلك عليه الصلاة والسلام مركو الدولة دي تولى لقى آدم وكل حنجر إن المسلمين بحكم الجري دي لقى آدم وين رشو لقى إن قال إن بحكم الجري
أذانك وحسالا ما مركزك قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ضدك هدي أغان لها ما في النداء آذانك فضلك كتشرة إلا آذان أجرك أي ليدة هاي أفضل أنك نقول على مؤدك وأن قرص النابة وليس وحيله ما يعلق أسوأ قبطئي مثل مدح مقلوب صنعي مثل أن وحول الله أدر سليم بابا مؤدك نقول سريح إمامك لا يرقون ما لها وليها كوميتيها لا يرقون وحبها لا يرقون مؤدن ملك بابا قليل شريعة وحي ترى هل حرمي هل وين أيه بأنه بهدل النبي سيدنا عمر وقيرن زي لولا الخليفة لأذنت هدانا الخليف مسؤولية مسلمين تم الحوين نمط موحي العلوس وقتها وحكى لكم ما أدري كرتدي هدانا الحوين مسلمين هوشي أنا كم مشغول سنين أنا مؤدي إذن نقول لها أبو هفوض السنين لو يعلم الناس ما في النداء آذان كفضل كجرة تدكو هدي أغان لها يين والصف الأول إيه صف كهوري صلاة الله كهوري ثم لم يجدوا كدب أي سنهلين إني آذامان أما صف كهوري قلا إلا أن يستهموا علي إني آذان قر التورتان الاستهام أو الإسام وامو الاقتراع قر التورة دوي إلا أن يستهموا إني قر التورتان مي عليه دشي سلا استهموا علي آذان قر التورتان الله أنا آذان يمايا مكي لك على ساري وبالقر التورت ننكي فلحت كاسوب حقوم يقول أسكار كاس فلحت كأنه آذان هاي ويدعى هو شايدة حلي الصحابة يدعى باي ما لم المسلمين تذكر الله ين ودي كود دالان كرا أنا آدامي أنا آدامي تاريخ المسلمين تمرك هي اللحية طبعاً كهجرة ده وكي سيدنا عمر أسوق خليفة درع أيضا علوس ونمك كبري مرايكا وكلواجا أدونك كأها ريفروس وعراق هي ستيل قدرولة أيضا آد لون مري لون حولي ومهاجري أنصار أبضاً يا أهل اليمن ويون من أذو دغلهم مصيبة ومدد الإسلام نبي أبحي يسحابه ضبا أي الله سكوت لفي حالة بالريال فرص سنكو دعانا كسور لسا سعد مقاس باللودي إذن كو قامي أم من برقنا قرحة كولاتي بار لسكو إلى ميل قادسي اللي إذا أنكو فكفقي آد مكي اللو دغال لمي إلا إسباب بيضوه كي أسودو بي قالة شبطي والله بعصدي والله عيرصدي إذن كحوق بالنّاي سيدنا سعد وقاس الزهري خالو رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي كفان تمت شري مؤدن كعيدن كشهيد يا والد وعيب الله بدو وادا وعمل ما دكوا هالجمع يا بعدك ما شنو كشري ماي سيد بلال وهالجمع يا نام حلوه ربوضة يلا مؤدن كوينه نهر بدار هوا سيدنا وان أنت بس كفتني مؤدن كمسلمين تعيدن كأو أدام هاي وادا وعمل أما واشهيد قال هذا مركي اللي تبيه الله قصه الله بطيبة لصلاة القرآن تكن ما أدنى قاوه واشي هذا مواوع راوع نبقى أنا أدامه ما يقول أنا أدامه هاي وقال اسكو قبت ركب قولا كدك على الله ما يسيفه الله اسكو بحي عر يعر صلاة الظهر إي قوشو قوشة دوتها الله ما أنت أنا أدامي وطاريخ قلي مايا سعن وقاسو حنون صنابة صباح محال الله اسكو الله إنه أدام بالله اسكو هايسته عرو السوق قرطور اللو قرطوري منك قرق أصاب بحب مالك آدم سيدنا الإمام أبو عبد الله البخاري صحيح سكت ويذكر أن قوما استهموا في الآذان فأقرع بينهم سعد بوري ويذكر كتب الطارق المشهور كتب أحمد بن حنبل الحروي بالسوقان تايقاق صدا أيضا طارق نواب الله يقان ناو شايدا مسلمين تقاب قاسي وقلت قال لبين حتى كادوا يتجالدوا بالسيوف روايته يعني كل سكتين والحلين وإلى يسيف سكول أبحا كوي هدى قال إلا إن هيا مسيدين سكو شيدان بيدرع ما عشكو هيستان هل فضلي أنا ما أنت أذامي مايا هبل وأذان مايا دو أذان إنه واسكو ترطور النار وصاد إنه أذان مايا أنا وعد دارمي ورادو يعني وحلقة دقي درجة الله وطلق لي هين dadka hooseeya wixii ilaahay koray leeyahay inuu hoos geeyay
هذا إلهي وحي كوري هوس جيسان ولي قدنا هوس بلو صحن أسفل سافلين كتلقى ولو يعلمون هذي أغان لهايين ما في التهجير كالهاد أما شرمادي دلو كالله صلاة حلوه رالله بحول لآذو لا استبقوا إليه وأنقتم لهايين صلاة الصبح صلاة الجمعة صلاة الظهر تهجير كوا الخروج أول وقت حلوه رينا دقار دوي أما ضوء حل من الهاجرة من الهاجرة وقرح كويلك بقولها لابد والله الشيكا لبا بكوما يسو أما ضوء بقول أما قبو كوك الله ولو يعلمون هدي وقال لهم ما في العتمة صلاة عشاها فضلك كتيرة يو صبح صلاة فجر لآتوهما وإيمان الله صبح يفجر عشاها يفجر كإيمان الله ولو حبوا طبق سيقد بأ الله كدقي حبوا عند العرب والله بقي بتكليه لكن إذا ده نقول حمارشين نقول فسير جرين حمارشين أنا كسي درب ومعنا في عم بيبي وشيئين أما حبوا عند العرب وإن قعمها يجلبها كسعته أما سيدا إلمها يركع تبدأ كسقضة حروض مربي تبدأ كسقان ما كي سعود برد كي فرد برد كيين إن وليس فعن كبران إن تيسال كدقان بيساء كسقان هل قاسي تقايا سيدا بدأ كسقايا فما حال إلى هذا سوى دبا كسقضة الماء سوى حكا لذو قرن إيسا حابق كاسوي إن تبدأ لغسقه أما لقرقورته أما حمار شد وإن حبت كأت كسعته سيدا أبي زوين كي وعيبها كسق حبت يمسسك لا توما ويتقلها صبح عشي تكلها ين ولو حبا دبا كسقت بها كتاقين يعني سي أدو آذو حنصون دقاغ كريم بها دبا كسقت أما أدقورت بها أما الحمارت متفق عليه الاستهام والاقتراع استهام لا استهام النبي يقولي الاقتراع وقر التورش قر ردش القرعة إن من أصول الشريعة طيب أنا لققات والتهجير هو معي والتبكير كل هذا لك الله إلى الصلاة هذا الله كله حله الله بحر وعن معاوية رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون ضدك المسلمين صلاة آذامة المؤذنون كوا صلاة آذامة أطول الناس ضدك كوا أدار وي أعناقا حق اللقنت يوم القيامة مالك آخر رواه مسلم علماء اسكو ما ضافينو مؤذنكو آخر اسكا او قور دير او لوقن دير وخا دن وخا لغا ودا دلك كلا وي فورسن هيانا وي عبسن تلو مخاسو ييري مخاد كو بي خامي مؤذنكو ما بعسن سنكو تاغ هيا هوش سو اسكا ديار با ماركا هوبتا اناد باستاي وا اسكا شاعبي لكن دبينك ان زود دالين كاد فولي با قد القمان تو دن مسوشو كنقو ما لا شيغي ما لا ييري مؤذنين ايغو لوغاي با سارن هيا مالك اخر و خيس كسوغا هيا هبل هبل سوخدا كو دارين او تا جندي ولي ساج يقو فسرين او عبسي يا فزع يا ارجح ما هيو تاسا و خي كينيسا ان سبع عندو كلا قادانو سنك تاغا و خره ما هي وخا لاغا ودا ادمها marka qurxda halka lo keeno oo nin walba dhiig ku laqo ayagu qoor 20 mitir loo bixinaya giri bay noqonaya idinna kale ubbaaba ladin gelin qoorti baa idin ku yaraan bihi baa idin laqi dhididkiina iyo naartii umrihi amma waana sida cad bay nadaahirka laga bixi karo adwalu naasi anaqan lugun baa laga hadlay saa u kala baxday waa la taagaya meesha lama dhin bay dhe قولي هالكاس يمرن وحده وحوي لقنت الله ديرينيا قولي اصدح وحيليهن وحا لغا ودا ايغا هانقل تاغه يو فضلك يا اجرك لوغو باقاهي لا يرين دوناي فيرنيا ماك واخ فيعن سوغيس ساسا ديباي ديه حاشد با لا ودا واخ با لا يرين هيا هي او تيدنا ما بحبسنيس فضلك لوغو يري بركه يا خيرك ايغو او هانقل تاغاي لقنت كلا بخايس صدخ معنى با لا شيغا المهم هو معي وضل كرامين أيو آدم هنا وحدير أحاديث بو وحي الشيخين إن إنك مؤدن كإلهي درتو آدم جرين مشاركو قادنين أولا أجري هاي الشهيد في سبيل الله أحاديث بو وحي الشيخين ضدك إنتو ضدك لمرك الدنتان أنبياء الرسول شموييني إيا شهادة موييني دحري با قلوع عنا مؤدن كم مد دحري يستو مكال حبابه معتصب إلى هيدرتي
أحاديث بقى وحي شيئين آخر مكا اللي صوبح يو ونبي إبراهيم مرة لغو قبطتك يو قاون وبلق لي صوبة بحي دوناني نبي إبراهيم لا أسطورو ذاتك كحيقة ومؤدنين تا مدون تبلد لوحي لا أسطوري يدونك وضا هنجف كتاقة هاي مؤدن صوبة تضباطا فدو قنو أولي أحاديث شيئين يأثار فرابطان مؤدن قنن سهلا معها معايا لسالة أقول عصليت بعد التوحيد بينه وبين هيا مسؤول بينه وبين هيا نقول خورين ونرير كنا قد ضغنا ونكعين هيا نحن توكوك الله هيا حل عرس بينه هيا من أقول ختم حديث كان مسوي وقت ويا قدم ماذا بلا محقو دره وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن صعصعة المازني من كبار التابعين أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال وحول قال له أبا سعيد الخدري بعد تابعك كيري إني أراك وحانك أركا عبد الله يو تحب الغنم حينتي أرك إن طقتنا تعشان والبادية يميجة بادية وحكسو وجود حاضر مقالة كسو وجود فإذا كنت في غنمك أرك هذا ذلح توكتو أو بادية أميجة ذلح توكتو فأذنت للصلاة صلاة دعو آذانتو فارفع صوتك بالنداء آذانك عدك ديري إطالب أد حدك قرأ وقال ومعاجرة فإنه لا يسمع من مقله مدى صوت المؤذن مؤذن كدوق سدوق دنن كسي مشو غاري جن جن من مقله ولا إنس آدم من مقله ولا شيء حيوان كلي مخلوق كلي من مقله إلا شهد له يوم القيامة آخركم مراتك عاية أحد والبؤم مخلوقة وعدك ذو أغارو آخرهم مخاتيا شهدوا كمديا شهدوا كونوا قنايا هذا هسكو يرين مخاتيا شو هذا هو واقع عدك ديري إذن آذانكو آذانكو كديري هاي بو كقيمة بدنيا نبو كيدي نك أنساري كريو ذي آذانك وكاد أذيقو بلا الأميري فإنه أندى منك صوتا أصلاك كا عد مرلن كا عد ديري بلا الأديب صادرتيت إن مكرفون كلغو آدامه وي إن عاد اللو آدام وحافظ بضن مكرفون كا وافقصن إلا دي شرعي يعني مقصود كي ديني وذا حكام دي عربية عجمنا وحيكا شقينا يعني إن أشون لغو آدامه وذو إرداء تاغن أذان أذان كان مقلين هذا قربا إن كشكي مساعد نود أميرك كوي ألان أمن عصره نين سؤالي ويدنا هل كاسك ولا استاجي برتا هذا الباب كم نحن كاتكاتك صلاة عصر بان لو آدامي والله أقيم ما قال له حنا تاجنا يرد مركنا هوش دمينا نشي رك عدو حوالا مرة هيا لباد أما صدحات مكروفون لو آدام هيا لكن مكروفون عقب سجدة لو كان بيا لك كين هيا بنانك الله ما بحين كارو اللي ماشي الشيطان باقت ليه هذا وحاب الله باتي حافظها إسلي نمانك نقوليها هذا دير دشتاي إيا نمانك يوربو كسو قوري إيا واسترين كسو قوريها نقي إبسا فلايدا نقي إبسا داي وحن نقوب بالله بين بسايد كان مكرفوك نقي يرقابي سيكس كان لقد دعوذي هداية لقد دعوذي برالبا لقد دعوذي ألامين بلقد دعوذي ماني ندو أنا اللغاين إيا نمبا وضعي قو قبطي يا هذوك معارض باتوك هذا سيدي هذوك عصنت هاي هاكا يوقف توحول الشيخ مساكن مكتو كتاها وذا ده تشوك ما استقناها لا هذا الميكروفون كحوها قابيه ويل بانوتشو عرب والله صصايا نحن نقول بالله حسابتي وعاب بالله واتيه حساب محمد سلمان يوري ربا بالله واتيه وستري علي اي احتج الا الريب واي قال ابو سعيد وحوري سمعته من رسول الله تابعي وحكم كان كو شيء كل ورمال والبوت توكت اذان كديره ايطالي الضناني رينجك كي ان كوليه نبي محمد بن مقلي مخراتيا شبط صو وعبا عمليني مدون طال لو هيا كسيدا راو البخاري بخاري باوريي كل الله بقوله سلام مسلم ساسي وقول نقم هايين
saasaa loo soo waday. Hadday nagu bilaabatay halkaa la isku dhago, tartiib tartiib baad u socotaan. Xudayfa waxaa la yidhi ree banu Israa'iil, diintii la ilaahay u keenay ee tawreed ahayd ma hal maalin bay ka xuubsiibteen sida maski iyo subxayadu xuubkood uga baxaan? Mayuu yidhi doqomaatiin isteeb isteeb bay uga tagaayeen. Maanta sunnadan ka tag, faradka iga daay, laguma dhaqmi karo. Xoogu culays baa jira. Yassira walaa tucasira wabashira walaa tunafira. Si loo waday diintoo dhan baa laga tagay buu oo hawshu ku socota. labaatan sano ka hor waxaad qoonsan jirteen oo maanta haddii laydin la yima aydan qoonsanaynin baan ogahay. toban sano ka hor waxaad haddii laydin weydiiyo aad geeri ka xigteen oo hadda waa caadiyoos aan laydin baan ogahay. la socda hadda waad socotaan. meel wanaagsan la ydin geeyo. وعن أبي رضي الله تعالى عن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي بالصلاة حديث كهوري حديث كان لغبا ريبي كرو حان لغبا ريبي كرين نين شيطان لغبا وحاجر أن أقلين وآخركم مغراتكو إبليس يا شيطان مرة وإنو آخركم مغراتكو صادرت منكو آذان مغلو لغا هنتو فراغ شو عرر محوك عرر مخراتياش آخر كو مخرات كعبو ديدين وكو صبيرو نو سد بدغيبان أبغى لبدا حديث وفير سعادة إذا نودي بالصلاة صلاة هدي اللو أذان أدبر الشيطان شيطان وأدبت يدي وعرر وله ضراط أسوغو النيف ضراط كو النيف حق الدم بكتي مادة النيف صنهايا ويسكو قد قتر يا باشا أيضا حتى لا يسمع التأذيب آذانك إنه سمى قلبه الرغاء وحيسو لغا تريو يا آذانك أودي الدنيا هاي عروض المسلمين تصابق كبير هذيين وذا دو حيدة وحيو كعرية إنه نغو مخراتي أشو مخراتي كعهاية روحا مسلم كي آذامي لأن النبي قال أحد ولبوكم ما قلا آخر وكم مركعهاية توحيد الإسلام وكم مركعهاية شيطان مركب وناكل ومدونها ما هو مقلم بويانو dhagana faraanka shaday alaabna waa isku dhagatay buu kulay aafadaas ma isha ka socota fa ila qudiya nidaa walila waxay dhahayn hadii uu si toos aadaanka u maqlo waa gubanaya aad buu ugu rafaadaya waana macna jira wa min thumma yawadu ka qaadan dadka xanuunsan ee jinki iyo insi sixirka iyo ishi iyo qaba marka la quraamaa in lagu bilaabo aadaan waa arteeno dabka waa lagu aadaama jiray meesha dhib ka dhaco waa lagu aadaamaa argagax ma ku yimaadii cabsi waa la aadaamaa aadaanku marka waa ammaan weeye iyo qaboojiye fa idaa qudiya nidaa aadaanka marka la dhameeyo aqbal waa soo noqon ninkii sii cararahay ee neefta isku dhagatirahay uu soo laabanayo xataa idaa thuguba lissalaa salaada marka loo aqimo thuguba huna waa uqiima ma aatii aayad xaya calaa salaatu khayr min annuum ma aha حتى إذا ثوب للصلاة هذا هذه اللو أقيمنا أدبر هذا نوع عرها لأن أقيم الدواء آذان يره حتى إذا قضي التثويب أقيم الدواء ما قال لما أقبل هذا نوع سوجي الثنية والصوم الشرية حتى يخطر لبضع بوال الآخرية سيدا أشهر كان يخطر وصواس يوي قضى إن الهوصد كان وناكسن سيدا أني حركة سنة هذا حتى يخطر إلى أكلا وصواس أكلا نحقلو بين المرء الروحي والنفس نفتيس روحي قلبي بك دخلايا وسو سعور مكاس ودف كدي وكواس واسن حتى يخطر اي وسوسه ويكدغنت بين المرء ونفسه يقول وحورن هيا مخو كوغو بلابي اذكر كذا ادو سادو كجو وحو ليه هي ور مركا سو سوتي دكانك سبع وما سو خيران خاصنا دم كو سطورتو فرا فاتح لي جوكستيبه دب واد بخي واد مقنتايبا هداي هبل مو كلها الله waxaas ku yid may maxaa u tirso adiga halka dhigay ma alaab ku sheegay sadu xadiid daciif waxa ku yimid wa dara taxsiiniyan ba ninki wax ilooba raqcatayn ha tukado ninki wax almaame wax hafa isoo saari way allah nuru samaatu huyu san akhri bid bidse iska daaye laba raqcad qalb laba raqcadina oo galayn ba jiray oo sheedan layda xuku dhig waxba isku doganayo bal halkaas biya leh saadas kaga baxniyo salaada suu diidan yahay aciyaal suuq udkur xusuuso ku dhigi kadaa waxaa xusuuso udkur kadaa shaygaana xusuuso muxuu kuu sheegayaa limaa shay oo lam yadkur uusan xusuusteen ruuxa muslimka min qablaha dhukor shaydaan xusuusna maankaada ku jirin ba kugu soo ridaya
asagu muxuu ka rabaa laakiin inuu khushuucda ku dhaafiyo salaada ku dhaafiyo ajirkeeda xataa yadalla arrajulu yaa ruuxa muslimka uu noqday tukanaya maa yadri midaan ogeyn kam sallaa meequu tukaday muttafaqun caleyh riwaayada muslimna in yadri meesha maa yadri in yadri inta naafiyada ahayd in yadri kam sallaa التثويب وحاو متفق عليه التثويب وحاو الإقامة تثويب هو إن لا أقيم والله سبحانه وتعالى عنه.